بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مراجعتنا لتقرير الارتحال الشهري الأخير الذي صدر اليوم، تبين لنا أن انتقاله نحو نقطة الانزلاق تقدر بخمسة أميال فاصل 15، وهي قفزة مقبولة طالما هي بتلك الحدود ولم يبقى لنا زمنيا إلا من 10 إلى 11 شهرا تقريبا لنصل إلى الهدف المرتقب الذي يفصلنا عنه مكانيا حوالي 45 ميلا تقريبا، وما زلنا نسير بخطى شبه ثابتة وعلى اتجاه واحد تبعا للاقتراب الكتلي والتنافر القطبي بين قطب الأرض الشمالي وقطب دخيل مقترب. البوصلة بدأت تأخذ منحى متزايد بالانحراف عن الشمال المغناطيسي، وعدم استقرار قوة التدفق يدل على أن الحقل الأرضي بتذبذب مستمر وضعف متزايد، ويمكننا أن نرى قوة التدفق الغير المستقر عبر البوصلة الرقمية التي تتوفر بالكثير من الهواتف النقالة بين أيديكم. وحين نتكلم من الناحية النظرية فإن الكثير من الناس لا تستطيع فهم ما يجري، ولكن لو تحول الأمر إلى الناحية العملية فوقتها تستشعر الناس بالحقيقة الواقعة. طبعا كذبة الاحتباس الحراري وصنع الإنسان والتلوث البيئي حجتهم، لكن لو تعمقنا بالتفكير بشكل علمي سنجد أن ما يجري لحقل الأرض الكهرومغناطيسي هو السبب المباشر في كل ما يجري، ويكفي برهانا هذا الارتحال. فهل ما يلان رأس البوصلة أمامكم هو من ظاهرة الاحتباس الحراري أو من صنع الإنسان وتلويثه للبيئة؟ لقد قلت منذ سنين خلت عن ما يجري الآن وقد حصل، وما توفيقي إلا بالله، وإني أنتظر الآن من بعد وصولنا لنقطة الانزلاق بتحقق الانهيارات الحقلية المنتظرة، فهل يا ترى سيتحقق التواتر المطلوب لذلك؟ سندع الوقائع تتكلم، وللعلم أن هناك تشوهات حقلية عنيفة باتت تحدث كل يوم تقريبا بعد أن كانت تحدث خلال فترات متباعدة. فهل الاضطراب الحقلي على ارتفاع 100 كيلومتر وبامتداد 6 ملايين كيلومتر سببه الإنسان؟ إن العاقل اللبيب لا يطلب العدم ويترك الموجود، لأن العدم يقع عليه زيادة أو نقصان، والموجود أنتم تشاهدونه بأعينكم الآن. ويلات هذا الارتحال الآن يقتصر على التحول المناخي وزيادة نسبية في معدل الزلازل وامتدادها لأماكن لم تألف هذه الزلازل منذ أزمنة بعيدة، لكن الأمور الجدية أتوقعها أن تبدأ بعد فترة شهور عدة شهور من الآن، وعليها سنبني استقراء منطقي للأحداث الهامة المنتظرة. لا يجب علينا الاستعجال بل التروي دائما، فإن قلاب محاور الأرض ليس بالأمر السهل، وتفوت تقلية الأرض سيغير وجه الزمان والمكان. لا تناقشوا ولا تجادلوا الناس حاليا بما يجري، فالنقاش الآن عقيم، والسخرية ستكون عنوان النقاش. قلتها وأكررها، الناس لن تشعروا بما فوقهم حتى يهتز ما تحتهم، لكن هناك فئة من الناس بدأت تستفيق لأن الأحداث أصبحت واضحة لا شك بها. فما يجول في خاطر حكيم ويختلط بقلب سليم سيؤدي بصاحبه للنجاح الدائم. زائرنا الثقيل الآن سيصطف مع الأرض والشمس كنسق مدار واحد، وسيكون ذروة ذلك في شهر 7 و8 القادمين. المناخ الشاذ والتغيرات الجيولوجية العامة ستكون حاضرة وبقوة خلال تلك الفترة، وكلما اقتربنا من موعد الوصول بتنا نستقي البيانات بشكل شحيح. وأظن أن حجب المواقع الهامة أصبح مسألة وقت فقط،
فلنرتقي بالوقائع على الأرض فهي كفيلة بأن تخبرنا عن ما يجري في السماء. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.